هذا خطأ بالمقاربة، خطأ بالمقاربة كليا. هؤلاء الرؤسات الثلاث لا ينطبق عليهم إطلاقا مبدأ التصنيف الحقائبي، فهذا الموضوع غير وارد، والتفكير المقاربة ليست واردة على الإطلاق. يلي قالوا الجنرال عون يا جماعة، قالوا الرجل النظيف يلي اسمه الرئيس سليم الحر، الرجل الآدمي من سنة 92، قال لا يجوز أن يكون هناك سلطة تنفيذية وهي الرقابية في نفس الوقت. كيف بدأت تستقيم البلاد ويكون في، نقول للمواطن إنه والله في نظافة كف إذا كانوا اثنين؟ بس هذا مش معناته عم يشيل الصلاحية من رئيس مجلس الوزراء، هذا عم يقول جيبوا سلطة رقابية وخلوا رئيس الرقابة يكون مثل مسنة. شو هالحكي؟ عم يقول الجنرال عون كل تفكيره بأنه بناء الدولة الحديثة النظيفة اللي ما فيها رشاوة أن تبدأ هناك عند السلطة التنفيذية، مش معناته عم يشيلوا له صلاحياته. هذا الأمر اللي حبيته. فيما يتعلق بقانون الانتخاب، يعني هذا البند الثالث باتفاق الدوحة، لماذا يتم تقديمه على البند الثاني؟ الكلام عن بحثه الأسبوع المقبل لقانون الانتخاب. اسأليهم اللي عم بيأدي، اللي عم بيبدي ويأخر على أي حال. هلا أخذوا قرار بدون يهاجموا الجنرال عون. بلشوا هلا إلهم جمعة 10 أيام، الجنرال عون، جنرال عون، جنرال عون، بدون يجربوا يفصلوا هذا الشخص عن المقاومة وعن المعارضة البقية، إنه بركي يستفرد مسيحيا وشو اسمه. وبنسمع كلام فارغ من جعجع وجزرة ومدرة وما بعرف شو. أنا من النوع يعني دائما بحب إنه ال- ال- الكلمة المنيحة طالعة واللي مش منيحة طالعة، خلينا نطلع المنيحة. شو بدي أعلق عليه؟ يعني شو فؤاد سنيورة أنا أكثر الناس معرفة به، ما كان هيك فؤاد للأسف، يعني ما كان هيك أبدا. يمكن المراكز بتغر الناس، صار هلا مغرور بنفسه، ولما بيحكي هيك حكي معناته هو غير صالح للحكم. دولة الرئيس قال انه انت اليوم من موقع المرتاح بتأليف الحكومة، يعني تصرف اعمال، عندك فريق عمل وتفاوض بتأليف الحكومة من موقع المرتاح، شو بتقول للي عندهم هالانطباع هيدا؟ انا شديد الحرص اكثر من اي لبناني اخر، أكثر من أي لبناني من 4 ملايين لبناني على إنجاز هذا العمل. المنظر الفلهوي تبع 14 هذا هو سمير فرنجية. سمير فرنجية هذا المنظر طلع، سمعته أنا، قال نحن كسبنا المعركة، هذا بعد حوادث بيروت، نحن حصلنا على اللي بدنا، نحن جبنا رئيس جمهورية وشلنا الخيام من تحت وعملنا وشرعنا فؤاد سنيورة، صار رئيس وزراء مكلف شرعي وبكفينا نحن، هذا اللي بدنا. لا يزايدون علينا في الوطنية ولا في العروبة ولا في المقاومة. قلت هذا لأكثر من زعيم منهم، نحن بدأنا المقاومة وأنتم قلدتمونا بعد ذلك، ولا زلنا نحن المعلمين للآخرين، علمناهم المقاومة، أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني. هذه هي المشكلة، أعلمه الربا. الله يرحم أبو عمار. هي هيدا منه مفتي هيدا، لأنه هالكلام اللي عم ينحكى الرعاة بتحكيه وليس رجل إفتاء. نحن نربى السنة أن يكون عنا شخص في هذا المستوى، وكيف أنه كمان مفتي؟ وبعدين نحن بنعرفه خيي، بنعرف تاريخه الجوزو، معلش اتركونا، هو بيعرف تاريخ نفسه. كل ما نقول له أننا نربأ نحن السنة أن يكون عندنا رجل ديل بهذه الصفة. وإذا اعتقل شبابنا فهم قاعدة ويجلسون سنوات وسنوات في السجن ولا يطالب هذا الحزب بالإفراج عنه. لا بدنا لا سلفيين ولا بدنا قاعدة ولا بدنا ماعدة ولا بدنا حدا خير، الله يرضى عليكم. لا بدنا يمنية ولا بدنا سعودية ولا بدنا مغربية ولا بدنا مغاربة ولا بدنا
أفغانستانية ولا حدا يتركونا خي. قبل أن نقاتل إسرائيل وأن ندعي البطولة وأننا انتصرنا عليها، يجب أن ننتصر هنا في داخل بلدنا. قال لي طبع الظرف اللي بينطروه آخر الشهر بيجي بيستغلون. قال لي الحشاشين والإروانجية والقتالين القتلة تبع الصبأ والبارولي وما بعرف شو اللي عاملين ميليشيات وزعرانات منهم اليوم، بيبعتوا لهم كل جمعة كل 20 يوم ظرف في شوية دولارات. جميل أن يتصدى شيوخ حزب الله للدفاع عن العدل، عن القانون. جميل جدا هذا التقدم، هذه قفزة نوعية. أنا بدي أقول له لصاحب السماحة إنه يوم من الأيام بده يقف قدام رب العالمين فوق، كلياتنا بدنا نموت، وبده يحاسبه على هذا الكلام فوق، لأنه هذا الكلام يلي يدعو إلى التفرقة بين المسلمين، هيدا شرعياً شرعاً عنا ممنوع، وإنه يجب عليه أن يقف من على المنبر ويدعو إلى تآلف القلوب. قباني وصف الحواديث الأمنية في البقاع بأنها أعمال إرهابية، مشدداً على أن الحكومة ستتولى مسؤولية الأمن عندما تتشكل. أنا للشيخ قباني رديت عليه، لأنه الكلام اللي حكاه نسخته بالأصل عن كونداليزا رايس، بأنه ما حصل في بيروت عمل إرهابي. هذا اللي حكيته كونداليزا، ردتها سمحته من قصر بعدها، وبالآخر تاني يوم رجع حكي غير كلام. هاي اللي مصيبتنا نحن. أود أن لا تكون العقد في طريق تشكيل الحكومة هي ذرائع لتأخير تشكيل الحكومة أو عدم تشكيلها، كما كانت العقد في السابق لتأخير انتخاب فخامة رئيس الجمهورية. نحن بنتمنى عليه لسماحة المفتي، نتمنى عليه إنه يخفف التصريحات النارية هيدي، وإنه تكون تصريحاته هي لمساعدة العباد أو المسلمين يلي تابعين لسماحته في المذهب، إنه يحبوا بعض. هلا قاعدين بالمطبخ انتوا، خلص انا عم بشتغل على المطبخ. يعطيكم الله الله يرحمهم، يرحم جميع الموتى. انا كنت هون ورحت في انا دراسي من الشرق عم ندرس عليها، مرات انا وضليت ميري يخلينا الشباب شوف في ما في ما في، والعسكرية هونيك ياخذوه وقت يوصل لهونيك يكتفوا ورا ظهره، كان صار طلع الضو بعدهم عم يبرموا عنيز، طلع لبرا مدري مين قال لهم جيبوه، اما اخذوا الصبا صفوه هون وقال لهم يلا بس احكي كلمة كل واحد برصاص بفضل الرشاش، حملوهم بالتريلي. القصة انه العالم وقت اللي تهجت وفلت من هون لانه من فزعها وراحت سكنت ببيروت وقعدت ببيروت لحتى تعيش. كان خيي سارح بالعنزيت وهو سارح بالعنزيت اجوا قتلوه وسرقوا العنزيت. مثل كل اي ضيعة بلبنان صار عندنا مجازر، مجزرة بضلاع. صحيح الدم غالي على كل انسان، رحلنا شهداء كثير من كان على مستوى الجيش، كان على مستوى الاهالي بضمن الضيعة. تأثرت كثير القاع بالمجزرة لأنه هي عمل كل العالم بدينه. بحينها كانت الحرب اللبنانية سنة 1978، ونحن طبعا قبل ما تصير مجزرة القاع ب 15 يوم حصل مجزرة بغير ضيعة لبنانية بإهدن، ونحن هذه المجزرة اللي حصلت بإهدن نحن من دينا. وكانت الحوادث تتنقل بمختلف مناطق لبنان، وكان كانت القاع هي بتجي بإطار هالحوادث يلي شهدتها معظم مناطق لبنان. بليل 27-28 حزيران صوب الساعة شي 1:30 بالليل تقريبا، في مجموعة مسلحة لابسة لباس مدني
البعض منهم وعددهم قليل ملسم دخلوا على القاع بطريقة طبيعية، كونه المنطقة بوقتها كانت بتخضع أمنياً لسلطة قوات الردع العربية. معظم الناس كانت نايمة، كان في مجموعات مدنية مسلحة، بفتكر أنه بهداك الوقت فهالمجموعة المسلحة طبعاً فاتت على البيوت، معهم لوائح اسمية، يعني اختاروا أسامي معينة ودقوا بيوتهم، ومن بعد أخذوا عطا معهم، دعوا أنه هن قوات نظامية أمنية معينة، أعطوا لشبابنا الراحة النفسية على أنه هن رايحين يتحقق معهم لفترة قصيرة وينردوا على بيوتهم. فطبعا أخذوهم من البيت بهالطريقة هيدي اللي فيها كتير من الغدر، وساقوهم بعدين على منطقة قريبة من القاع، بيقولوا لها وادي الرعيان، وهونيك تنفذ بحقهم جريمة فيها كتير من الغضب وكتير من التنفيذ الإجرامي الكامل. يعني الشباب ما انقتلوا بشكل طبيعي، شباب تنكل بأجسادهم، تشوهوا. بالنهاية المنطقة كانت خاضعة لنفوذ قوات الردع العربية، وبالتالي النفوذ السوري هو اللي كان سائد. أما مين اللي نفذ العملية، لأنه الشهداء اللي سقطوا بهديك الليلة هم اقتيدوا على أساس أنه في عندهم تحقيق مع ضابط معين بهيداك الوقت، وبدليل أنه ما قاوموا ولا كان في ردة فعل منهم تجاه العناصر يلي جاي تاخدهم، قاموا بكل بساطة وراحوا، وتم الغدر فيهم والتنكيل بالشهداء وبجثث بطريقة كتير بشعة، مما روع الناس، وبنتيجة هيدا الموضوع أدى لتهجير الناس. فإذا هيدا الحدث كان هدفه ترويع الناس وتهجير الناس من هيديك المنطقة. وراح ضحيتها ببلدة القاع 15 شهيد، وببلدة راس بعلبك راح 6 شهداء، وببلدة جديدة الفاكهة راح 5 شهداء. بين 1 تموز 75 و 28 حزيران 78 هو رابط بالنتيجة وبالهدف، لأنه بالعام 1975 كان في هجوم مسلح داري على بلدة القاع، بنتيجته ما قدروا يهجروا أهالي البلدة، صمدوا أهالي البلدة، ترافق معه انقطاع لمياه اللبوة كضغط على الأهالي، لأنه هن بيعتاشوا من الزراعة والزراعة فقط. بال 1978 الجريمة المروعة يلي صارت، وبعد نحن لحد هلا ما بنعرف، ما في تحقيقات لنعرف بالحقيقة مين اللي قام فيها، بنتيجتها الناس تروعت وخافت، وأدى هذا الموضوع لتهجير معظم أهالي البلدة. يعني حسب الأهالي وهيك في 150 عائلة تاني نهار أو تالت نهار المجزرة تركوا البلدة وفلوا. كانوا أساتذة مدرسة، كانوا مثقفين، معلمين، هني منهم قطاع طرق، هني منهم على الجبهات، لا هني كانوا دعاة سلام، دعاة توافق. بي مثلا كان مدير مدرسة بالدرجة الأولى على أثر الجريمة، مباشرة تهجر تقريبا 80% من أهل القاع. يعني بخلال أقل من 24 ساعة كانوا 80% من أهل القاع تركين ضيعتهم. بالنسبة لأهالي منطقة تبع علبك الهرمل أكيد استنكروا هذه المجزرة، وقفوا إلى جانب أهل القاع ودعوهم إلى الصبر، دعوهم إلى تحمل هالجراح، وأعلنوا كل مساندة لحتى يبقوا حدنا، لحتى نبقى محافظين على العيش الوطني. أنا ما بهمني دور على الفاعل بقدر ما بهمني شوف الفعل والنتائج اللي صدرت عن هيدا الفعل. الوجوه الأخرى لهذه المجزرة هي في نتائج الاقتصادية الاجتماعية والبيئية. بعض هذه النتائج هي ارتفاع نسبة التهجير القسري والجماعي من القاع. هلأ الجريمة الحقيقة ما صار فيها أي تحقيق رسمي، يعني هي الجريمة كان من المفترض أنه لما بتحصل تنحال على المجلس العدلي ويصير فيها لجنة تحقيق ويتفتش عن أسبابها وظروفها ومنفذينها والمخططين لها وينالوا عقابهم.
هالشيء ما حصل، لبل دخلت الجريمة ضمن مبدأ العفو العام، والشيء اللي نحن بنستنكره وبنرفضه بشكل قاطع. ما في جهة تبنت هالمجزرة من جهة، من جهة تانية نتمنى على القضاء اللبناني انه يكشف هالقتلة. ما بعتقد حدا بيقدر يستغلها سياسيا، لانه الشهيد المظلوم البريء ما ممكن انه يستغل دمه. ما حدا بيقبل انه دم بيو او خيو او ابنه يدخل ب يعني نقاشات سياسية او مشادات سياسية وتضيع فيها الحقيقة. فانا ما بعتقد انه حدا قادر يستغلها سياسيا هالجريمة. هودي شهداء لبنان، انا قلت مدعوين الى الغفران، الى التسامح، الى المحبة، لانه لا يمكن ان يتجاوز لبنان مرحلة هالمرحلة القاسة اذا ما بيغفر، اذا ما بيسامح، اذا ما بيعيش المحبة. ما لازم ابدا ننسى ولا بشكل من الاشكال انه حصل ب 28 حزيران سنة 1978 مجزرة ببلدة القاع وراس بعلبك والفاكهة. أخذت اسم مجزرة القاع لأنه الحصة الأكبر إجت للقاع، 15 شهيد بالقاع. إحياء الذكرى هو لحتى دايما نقول للمجرم أنه ما رح ينفد بجريمته. من 30 سنة أهل القاع بعد ما أخذوا حقهم، في عنا 1350 طلب بوزارة المهجرين، لحد هلأ ما انبت أمرهم ولا عود على أهالي البلدة. عندنا ألم كبير فيما خص علاقة الدولة بالقاع، في عنا عتب كتير فيما خص علاقة الدولة بالقاع. بظل التفاهم بين التيار الوطني الحر وبين حزب الله، في انسجام تام وفي علاقات طيبة وندية وقوية بين أهل القاع وبين المنطقة. هيدا التفاهم أزال أي خوف وأزال وضع الطمأنينة بنفوس الساكنين والقاطنين بهيديك المنطقة. ونحن هاي البلدة حابين نعيش فيها ونبقى فيها ونطلع نصيف فيها إذا ما كنا قاطنين على قليل فيها، ويكون عنا أكيد حسن جوار. بالإضافة عم نحاول نحن نكون حاجة بالمنطقة من الناحية الثقافية ومن الناحية العلمية ومن ناحية التنمية والسياحة والاقتصاد. الأكثرية تتراجع، تراجعت مش تتراجع، لكن وقف تراجعها عند وقوف تقدم المعارضة، فاثنين تجمدوا. هلأ إذا كان صار في مجال لمنافسة حيوية، بعتقد أنا، بتأمل أنا، بحب أنا أنه الأكترية بوصفة اللي هي أقلية والمعارضة اللي هي أقلية هي أيضا أقلية، يطلع فريق تالي حقيقي منشوفه بأصحابنا، باتصالاتنا، بجيراننا، بزياراتنا، باتصالاتنا، يلي هن الناس يلي بدهم هذا البلد يكون معاصر لوقتهم، لمشاكلهم، لحياتهم، لشغلهم. اعطاء الرئيس ثلاث وزراء لا يمكنه من لعب دوره كحكم. النائب بهيش طبارة. بالمعنى الإجرائي نعم، بالمعنى الموقع مش مزبوط. هذا مكتب رئيس الجمهورية هو أوتوستراد الدورة للسياسة اللبنانية. سكر الأوتوستراد بتروح الناس بالزبالين. بقصد فيه أوتوستراد الدورة إنه اعجق أوتوستراد أو طريق بلبنان. إذا تسكر الطريق الأساسي بتروح الناس بالزوارين لفترة طويلة، خصوصاً بالثلاث سنوات الماضية يمكن أكثر شوي كمان. سكر الرئيس لحود، ربما السوري سكر بنفوذه على الرئيس لحود، الأوتوستراد الأساسي، فماشية الناس كلها بالزوارين. عملياً إعادة فتح أوتوستراد السياسي اللبناني الأساسي يريح لبنان ويؤهل ويسهل
نشوء حركة سياسية أكثر واقعية وأكثر تفاعل مع الناس. مصادر المعارضة: اجتماع ثاني انضم بري، نصر الله، عون وفرنجية. طيب شو بدهم؟ أنا مع المعارضة. طيب كيف بدي دافع عنهم؟ شو بقول؟ إنه لبنان لازم يكون مقاوم؟ طيب كيف؟ كيف؟ ما بدي أعرف كيف. أنا ما إلي علاقة بالشيعة، وأنا ما إلي علاقة، وأنا قاعد بكسروان أو قاعد بعكار أو قاعد بضيعة بنص على الشريط الحدودي. شو بعمل؟ لكون مقاوم بس ما كون حامل سلاح. وأنا بيهمني يكون مقاوم كبلد، لأنه مش لأنه أنا بدي يكون مقاوم وهوايتي يكون مقاوم، لأنه مشكلتي أنه في عندي جار بالجنوب الإسرائيلي من 50 سنة نازل ضرب فيه مكسر عصب. طيب بس شو بعمل؟ ما عنده مشروع. الشيعة عندهم مشروع بحزب الله ومبركبينه له قصصه وتمويله ومش عارف شو. طيب كيف هذا بده ينتشر بالبلد؟ ما حدا عنده جواب، لا المعارضة ولا غير المعارضة، أو حاطينه سر، وإذا حاطينه سر يروح عليه. موفد قطري وصل إلى بيروت في مهمة غير محددة، استكشاف، متابعة. ما بعتقد لا القطريين ولا غير القطريين مستعدين بعد ما فتحت المساحة اللبنانية لقرار لبناني من خلال مؤتمر الدوحة، ما بعتقد مستعدين يفوتوا بالتفاهات اللبنانية. ما يجري اليوم على الساحة، مش عم بحكي عن قتل الناس بالبقاع أو بطرابلس أو بالمشاكل اللي عم تصير ببيروت وصارت ببيروت، أو المشاكل اليومية اللي عم تصير هذه جزء منها فردي وشخصي وكذا وبيتحول سياسي. ابن حركة أمل بيضرب واحد من المستقبل، واحد من جماعة جعجع بيسب واحد من جماعة عون، اتسترا اتسترا، موجودة. هاي منها سياسي، هاي تفاهات لبنانية نازلة مثل الشلال من عند جعجع ومن عند عون ومن عند حزب الله ومن عند نبيه بري ومن عند فؤاد السنيورة ومن عند سعد الحريري. تشك لتحت بتصير العالم تتقتل ببعضها، بيتحول الموضوع سياسي. طبعا في إلى نواحي تاني، النواحي التاني مش جزء من سؤالك، لكن لا القطري ولا العربي مستعد يفوت بالتفاهات اللبنانية اللي صار إدمان عليها. السياسي اللبناني طغى عليها أسلوب التعامل، خلينا نسميه الشارعي الأزعر. مش ضروري هيك تكون السياسي، بس في سياسي بكل الدنيا قادرة تكون بغير طريقة، مش ضروري تكون بغضب أو بزعرنة. تقرير 1701 لا تقدم في ملف مزارع الشبعة وتعزيز القدرات الاستخباراتية لليونيفل وتزويدها طائرات استطلاع. هلأ شو طائرات استطلاع؟ شو الموضوع؟ بسيط مثل ما بيقولوا، الجريمة واضحة وأبطالها معروفين. إسرائيل أخذ هالقصة هيدي، في خلاف بيننا وبين السوريين عليها، لكن بالحقيقة أنه بمعنى هل هو عذر لحزب الله أو إلى آخره؟ يا ستي عذر لحزب الله، شو ما أوكي، بس صار جزء من الجبل اللبناني. الموضوع أمريكاني، إذا كان أمريكا هالقد والله مغرومة فينا وبثورة الأرز وبالكلام اللي المعسول اللي بنسمعه كل مرة، طب يقنعوه هون يمشوا؟ شو بدها القصة يعني؟ ها ندخل هون باللوبي، ما يسمى اللوبي اللي هو النفوذ الإسرائيلي، وأتفه الأسباب بتأدي لي بقاهم بشبعة. مش ما هو سبب حقيقي وما هو سبب استراتيجي وما هو سبب ماي، لا. فالموضوع موضوع أمريكاني، مش موضوع لبناني ولا موضوع ينفل. شو بدها تعمل ينفل؟ بدهم ينوضروا على معزة يعني. الجيش يواجه استحقاق الأمن بسحب وحدات من جنوب الليطاني، كارثة. الجيش إذا بنعمل ليستا نتسلى، بنقول نبدأ ب 14 أو 8 أذار 2005 وبندرج لهلا. كل ما وقع مشكل، كل ما صار عدم استقرار الجيش، لو مغايطة قديش بدها تشد؟ خصوصا أنه الشعب اللبناني أو بالأحرى السياسيين اللبنانيين مش مستعدين يعملوا حملة حقيقية سياسية ليمولوا هذا الجيش سلاحاً عدة وعديدة، مش مستعدين يوثقوا بهالجيش. بصراحة
الجيش هلا بيقولوا لك انه العمود الفقري والى اخره وكذا، هو العمود الفقري اكيد، بس هو بقي وحده لانه السياسيين ما حملوا مسؤوليتهم، مش لانه الجيش لازم يحمل مسؤوليه سياسيه، الجيش ما لازم يحمل مسؤوليه سياسيه، المسؤوليه السياسيه عند حزب الله وعند تيار المستقبل، عند وليد جنبلاط وعند المجموعه اللي بسموها الحوار، ما بعرف شو الحوار هذا، بس انه على كل حال. ريفي يؤكد ان الشجاعه تقضي الاعتذار من بيروت. شوفي عم نحكي هلا بهالكلام هذا نوع من لفه جديده للسطحيه بالتعامل. بالحقيقه صار في مشكلة ببيروت، حلوا الحقيقي إذا عم نحكي بمنظار منتوج نهائي اسمه لبنان مستقر. ما ممكن لبنان يكون مستقر إذا بقية الطوائف خايفين من الشيعة وخايفين من حزب الله، ما ممكن، ما بتزبط. هلأ إذا عم نحكي عن لبنان مبتور، مبروم، مكسور، مغير شكله، هيدي جزء من المراحل يلي بتوصلنا لمحل ما، ما بعرف أنا شو هو، لكن بالحقيقة ما هو اعتذار، هو تضميد جرح، هو إعادة بناء موقع سياسي. يعني وصلنا لهون لأنه طريقة تصرف حزب الله وسعد الحريري ووليد جنبلاط وصلت للشارع، وصلت لعدم التواصل، وصلت لعدم أشياء حيوية وأساسية بالبلد. واجب حزب الله، واجب وليد جنبلاط، واجب سعد الحريري. إذا كان الهدف لبنان مستقر ومقاوم بالمعنى العام للكلمة، مش بمعنى فاتحين على حسابنا، إذا كان هذا الموضوع ما في مجال إلا ما يتحمل مسؤوليتهم بفتح المؤسسات الدستورية ويحصروا النظام الصراع السياسي العلني بينهم هناك مش بالعصي. معلومات عن عودة زهير الصديق لباريس بعلم السلطات الفرنسية. بصراحة كل هالموضوع هذا بنطر المحكمة، ما هذه قصة، ساعة ناخد قصة هيك، ساعة ناخد قصة هيك، ساعة العالم بتصير تموج نفسياتها يا أما تأملاً يا أما خيبة أمل، يعني ما بدخل فيها، ما بعرف عنه شيء ولا بدي أعرف عنه شيء، لأنه مجرياته بالنهاية مصبها مكان معين مقنن، هو المحكمة الدولية. هلا بالمحكمة الدولية يمكن يكون في أخذ ورد، بس مش عن طريق شو بيقولوا الفرنسيين وشو بيقول الصديق. بري للسنيورة، أموال فيينا لا تكفي لإعمار ما دمر في التبانة وجبل محسن. طيب يشرف الرئيس بري والمعارضة ويشرف الرئيس السنيورة والأكترية يتفقوا وبيشوفوا كيف العرب وغير العرب بيتفقوا على شيء لبنان مقاوم ولبنان مستقر ولبنان كل هالقصة هاي، بس حطوا شيء على الطاولة، مش عم نحكي يعني الفصل اللي نحن فيه هلا اللي فيه كسر للقصة. يشرفوا يخبرونا شو بدهم يعملوا بالحكومة، وخبرونا مجلس النواب شو بده يعمل، شوفوا كيف المصاري بتجي. أعنفوا هجوم لجعجع على عون وملف عيون السيمان إلى تصاعد. شوفي عيون السيمان أو غير عيون السيمان مثل التمثيل الكنزي مثل ما بقولوا، هذا تمثيل كنزي، إذا كان حقيقة فهالكنزي من السليم، وإذا كان مش حقيقة في تخيل إلها وبالتالي محاولة وضع الناس بصورة إنها عم تنسل. الحالتين بيأدوا لنفس النتيجة، اللعب السطحي بالأمور الجوهرية بيأدي لخراب. بموضوع لبنان إذا كان معرفنا، إذا كان في 100 واحد سنة 1958 ما بيعرف، 100 واحد بيعرفوا شو هي حروب الطائفية اللي دمرت لبنان 840، فبال 75 كان في 1000 واحد ودفعنا ثمنها 17 سنة. 14 أذار حزب الله يعمل لإسقاط اتفاقية الدوحة. 14 أذار أولاً شو بدأ؟ مين 14 أذار؟ 14 أذار شو برنامجها؟ إذا عم نحكي عن إطار الدوحة ما في حدا مخلخل فيه، إذا عم نحكي استعمال إطار الدوحة لمحل تاني اللي هو بناء الدولة، طب اعطيني ركبنا على البسكليت، طب وين منروح؟ نضل واقفين؟ طب ما نوقع. مع 14 أذار ركبنا على البسكليت درجة أولى وقعنا.
أجرى السفير السعودي في بيروت عبد العزيز خوجة اتصالات بقيادات سياسية متحدثاً عن وقوف بلاده على الحياد من الذي يجري في لبنان الآن. شوفي، السعودية دورة خاص وغريب. السعودية حاضنة للبنانيين، في 200 ألف لبناني، وعيشتنا نحن على مدى طويل من خير بلادهم وشغل أهلنا ببلادهم لبناء بلادهم. لكن السعودية بحرب صراع مع إيران وبحالتها الخاصة، ما تنسي قصص القاعدة وقصص الأصولية اللي عندهم، حالتها بدها شغل. هلا وافق على الحياد 100% بين الناس إلا من ناحية واحدة. نعم، أنا بعتبر شخصيا أنه النظرة السعودية هي أنه خيروا قولنا هالبلد وعيشوا مرتاحين، ومثل ما قلنا إذا اتفقتوا هاي مصاري وهاي مساعدة وهاي إلى آخره. إنما بالمعنى السياسي على الحياد بدأ تفكير هالقصة، أو تفكير مش عندي أنا، تفكير عندهم هني، تفكير عندهم هني. قادرين يكونوا على الحياد أكثر مني، وقادرين يكونوا مش بس على الحياد، فعالين أكثر مني، حتى مع لنقول الجناح الإيراني. هلا الجناح السوري قصته غريبة، لأنه سوريا قصتها غريبة، بس كمان مش انه غير قابل للمعالجه. بالنهايه الدور السعودي هو استيعاب الحالي بالمنطقه. هذا الدور، هذا التراث السعودي، انه خسرتي كل شيء بالمنطقه بترجعي للسعوديه. السعوديه بدها ترجع تبني وفيها جنبلاط. الاكثر اعتدالا في الاكثريه حيال قضيه السلاح، جنبلاط الاكثر عملياتي او الاكثر واقعي بكل السياسيين اللبنانيين، ما على الإطلاق. جنبلاط إجري دايما على الأرض، مرات بكلامه بشو اسمه بتحسي هيك حلق بهالجو، بس مرات بيعملها للغش، يعني بيروح بالجو بس إذا بتطلعي على تفاصيله، بمعنى بتطلعي على قدمه بيقول لا على الأرض ثابتين. جنبلاط واقعي، جنبلاط منه منظرة. فرنجي مستعد للوساطة بين الأسد والحريري، دوره الطبيعي، بس يعني هالدور هذا بده يكون مربوط ببعض التغيير الحقيقي بأسلوب العمل السياسي اللبناني. لحد هلأ عشو بده يعمل دور على سطحيات السياسي اللبناني، وبقصد بكلمة سطحيات عدم اعتبار السياسيين اللبنانيين أنه مسؤولين عن الناس. مصادر كشفت للبلد عن طرح 20 اسماً أرثوذكسياً للتوزير بدل الياس المر. خير وبركة. أولاً يعني بعتذر عن المشاهد أنه مضطر يكون الليستة أرثوذكسياً، بعتذر. طب ليش مش خليط؟ أنا أولاً اللبنانيين كتار كفؤين من كل الطوائف والأديان والألوان والمناطق والكذا، مانا محصورة بلياس المر، ومانا محصورة بفؤاد السنيورة، ومانا محصورة، بس طريقة شغلنا السياسي، طريقة عملنا السياسي طريقة سيئة، وطريقة بتخلينا إذا بتسمحي لي مجرور الطائفية. عندما تدين القمة الروحية في بعبد العنف وتستعجل تأليف الحكومة. هلأ القمة الروحية شو هن يعني إنه مش عارفين مين عم بيقوس مين وشو الأعذار اللي عم تنعمل، وإنه هلأ لأنه قعدنا هيك. هلأ هني طبعاً يعني أمناء على الرسالات، بدنا مين يكون أمين على الرجالات. فاروق الشرع، لم نعد نخشى أي شيء. أوه، سيادة نائب الرئيس بحياته ما خافش من شيء، فإلا خوفنا كلنا من كل شيء. فالله يعينه ويعيننا على هالأراء هذه. طبعا باريس إشارات سورية باحتمال فك تحالفها مع إيران. سوريا ما عندها مشكلة بالتحالف مع إيران، وبعدين الناس اللي بتقول إنه والله العلاقة عضوية، الاستثمارات موجودة لكن غير ناجحة، النظام السوري منه كتير مرتاح للنظام الإيراني، في توافق مثل ما بيقولوا مصالح وفرص، والسوري له مصلحة أكبر مع التركي وعم بيترجمها يومياً باقتصاده بأمنه وبطبعاً دبلوماسيته.
ساركوزي الدولة الفلسطينية أولوية لفرنسا ولن نتحاور مع واضعي القنابل والإرهابيين. معه حق ما يتعاور مع واضعي القنابل والإرهابيين، معه حق 100%، أنا بوافق بهالكلام. طيب مين واقف ضد الدولة الفلسطينية؟ مين كسر البنية التحتية الفلسطينية؟ حماس؟ مين جاب حماس؟ مين فتح باب لحماس تفوت على الحركة السياسية بالجو الفلسطيني؟ باثنين إسرائيل. بوش والصرف الصحي أعلنت مجموعة ناشطة في مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا أنها جمعت ما يكفي من التوقيع لوضع مشروع قانون بإعادة تسمية مصنع لمعالجة مياه الصرف الصحي في المدينة على اسم الرئيس الأمريكي جورج بوش. يعني تكريم، تكريم شيء مهم. يعني أكبر مجرور سياسي بالتاريخ الحديث جورج بوش. نقابة الأفران تتجاوب مع مناشدة بري وربطة الخبز تعود إلى 1500 ليرة. هلا هون نرجع على سطحية السياسي اللبنانية. المشكلة الغذائية على الكرة الأرضية مثل مشكلة الطاقة، لا بيحلها وزير اقتصاد ولا بيحلها وزير صناعة ولا بيحلها رئيس بري ولا بيحلها شو اسمه. في هذه بسميها سلة، هي ما هي سلة، هي طريقة حياة. طريقة الحياة بمعالجة الخبز بلبنان مشابهة تمام لطريقة الحياة بمعالجة الكهرباء، وجري على ذلك. الجري طويل والعشاء بطاطا. البطاطا بالأور كاربوهيدرات، فمؤاتي إنه يكون ناكلين بطاطا لنركض كثير. ايه تعادل فريقا الحريري ففاز فريق حزب الله ببطولة الدوري العهد بطل لبنان في كرة القدم. اوف شو ما كانت الطريقة اللي عم بيحكوا فيها، المشكلة الأساسية انه نظام اللعبة عند حزب الله شيء وعند شو اسمه الحريري شيء تاني. بدنا نتفق على نظام اللعبة وبعدين بنشوف مين بيربح، بس بالأول هلأ نحن كما نحن، هذا عم بيلعب في طابة وفي لعيبة. ساعة بيقول لك هذه باسكتبول، لك يا خي مش بس عم يلعب فوتبول، ساعة بيقول لك راجبي، كل ساعة بيغيروا قوانين اللعبة. جزء من يمكن معاناة ولادة لبنان الجديد، لكن عمليا دافع ثمنها كل المواطن. المتدار يراود الدب الروسي وباب المفاجآت أقفل على النهائي. يعني أنا حسيت بربح امبارح بالإسبانيول، وبما أنه ستي ألمانية شاعر بنوع من حرج داخلي ما قادر حله بلا إفصاح عن حالتي النفسية كمواطن لبناني، فباختصرها بالكلمة الشهيرة يعني ترفيها، ابتسم أنت لبناني. طغى خبر ارتفاع سعر ربطة الخبز على مقدمات نشرات الأخبار، فدخل الحدث الذي لم يأخذ طريقه إلى التنفيذ لاحقاً في الاستغلال السياسي لكل شاشة، فيما بقي الموضوع الحكومي أيضاً عالقاً في اجتهاداتها. الـLBC التي بدأت برغيف الخبز نقلت أجواء قاتمة لجهة عدم وجود أي بصيص أمل في تشكيل الحكومة، بعكس الـOTV التي كانت في الوقت نفسه تتحدث عن حلحلة وانفراج بقرب الولادة. 26 حزيران 2008 غدا تاريخ غير مجيد يدخل في مفكرة التواريخ اللبنانية من الباب المعيشي. عنوان هذا التاريخ هو رفع سعر ربطة الخبز إلى 2000 ليرة. تمرير هذه الزيادة يأتي في ذروة أزمة تشكيل الحكومة في وقت لا يبدو أي بصيص أمل لحلحلة العقد التي تحولت إلى معضلات. أكثر من مؤشر سجل في الساعات الـ24 الماضية يوحي بحلحلة. قيل إن صيغا حكومية جديدة طرحت وقد تحدث إحداها ثغرة في الجدال القائم. وقيل إن رئيس الجمهورية بات أكثر تفهما للوضع وأكثر استعدادا للمبادرة ولإيجاد حل. وقيل إن البحث في تبادل مذاهب الحقائب السيادية حقق خطوة ما.
أما المستقبل فكانت تحمل المعارضة مسؤولية ما يجري من فتن متنقلة ومن ارتفاع لسعر ربطة الخبز في الوقت الذي كانت فيه المنار تربط سلوك الموالاة بالحسابات الانتخابية. طورت المعارضة من وسائل ضغطها الهادفة إلى فرض شروطها على التشكيلة الحكومية، فأضافت إلى تصعيدها السياسي اليومي ودعمها الظاهر والمستتر للفتنة المتنقلة بين منطقة وأخرى، أضافت عنصرا جديدا مؤلما هو لقمة الخبز، بحيث قرر اتحاد نقابات المخابز والأفران رفع سعر ربطة الخبز من 1500 ليرة إلى 2000 ليرة. ماذا بعد الهدوء الأمني الحذر في الشمال؟ هل يكتفي ناقلو الاشتباكات بهذا القدر من التوتير؟ أم أن معركة الانتخابات النيابية بدأوها مبكراً لشد العصب المذهبي بعدما تأكدوا أن حساباتهم التي خرجوا فيها من اتفاق الدوحة ستحولهم إلى أقلية؟ أما الـ MBN فلم تكن في جو التفاؤل لناحية إمكان تشكيل الحكومة، فيما كان الجديد يحمل ما يجري من مواضيع معيشية لسياسة البال الطويل. طريق التأليف لا تزال مقفلة في ظل إعطائه لنفسه مهلة مفتوحة رغم اقتراب تكليف الرئيس السنيورة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية من طي شهره الأول، والأمور لا تزال عالقة في المربع الأول المتمثل بتمسك الرئيس المكلف برؤيته أو تصوره للتشكيلة الحكومية دون سواها، رغم أن المعارضة قدمت حتى الآن ما يزيد على الاقتراحات الخمس قوبلت جميعها بالرفض من قبله. لم تصدر عن بعبد مؤشرات كسر الجمود التي تصدرت حبر الصحافة من دون أن تصاغ بالحبر السياسي، ولا شيء يستدعي العجالة. فالخبز دخل اليوم الخط الأحمر، والمحروقات تحرق اللبنانيين، والكهرباء تتكفل بالبقية، والأمن يتربع سيدا على الأحداث. أما تلفزيون لبنان فبقي الدفاع عن المواقع الرئاسية وهم الاستقبالات الرسمية شاغله الأول. مروحة اتصالات واسعة يجريها كل من الرئيسين سليمان والسنيورة، بعضها بعيد من الأضواء وبعضها الآخر علني. وفي هذا السياق كان في القصر الجمهوري نهارا الوزير السابق سليمان فرنجي، وكذلك الوزيران مروان حمادي وطارق متري. ويبقى لكل شاشة وفق أولوياتها السياسية تقديرها الأول. جاء اليوم دور الرغيف قوت الفقراء الذي تقرر زيادة سعر ربطته إلى 2000 ليرة اعتبارا من يوم غد. والبداية مع قرار رفع سعر ربطة الخبز بدءا من صباح الغد إلى 2000 ليرة. الوزير السابق سليمان فرنجي أكد من قصر بعبدة أن المسافات قريبة بين الرئيسين ميشيل سليمان وبشار الأسد، مبديا استعداده للعب دور وساطة بين الحريري والأسد. تضع اليوم وبالدليل أيضا إصبعا على الفساد المستشر في مؤسسة مياه الدولة، حيث أطاحت الرشوة بمياه المواطنين الذين يدفعون بدل الاشتراك فيها.